السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من مهرجان قضاء مشيات الهايكينج عنيزة التقي بالأستاذ دكتور جبران سحاري وعطنا مطبوعاتك عن المهرجان هذا الملتقى الرابع. الله يحييكم أبا مهند وبارك الله فيكم. هذا مهرجان القضاء الرابع في عنيزة ونحن نشارك فيه للعام الثاني على التوالي. ما شاء الله وجدنا الفعالية القوية والترتيبات ما شاء الله على تمامها، ودائما نستذكر في فعالية الغضا ما يقوله الشعراء والأدباء في الغضا: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة أزجي القلاص النواجي، فليت الغضا لم يقطع الركب عرضه، وليت الغضا ماشى الركاب. أنا في وادي الغضا لودن الغضا مزار، ولكن الغضا ليس دانية، لكن ما شاء الله اليوم المشي 8 كيلو لهابا، 4 كيلو لهابا و4 ايابا، وما شاء الله والجو طيب جدا، والحرص على النظافة والترتيبات والنماذج والمثل والقيم والأخلاق في هذا المهرجان الذي يحرص الجميع على المشاركة فيه. وفق الله جميع مرضاتي، ونحن من مشاة الفجر في الرياض النشاط الثقافي. بارك الله فيك يا أستاذ دكتور على هالكلمات الطيبة وعلى هالجهود، ما شاء الله على هالتشجيع الدائم على الملتقى الرابع في مشيات عنيزة. شكرا.